تخيل شباب يلعبون كورة بملعب داخل حارة، مو مرة فنانين بس شبه محترفين، يشوفهم راعي حلا ويقرج معهم يسوي فريق، لا وينافس فيهم بعد. ما درى وش يسمي الفريق، سماه ما دريت، وانطلق فريق ما دريش، والتاجر استثمر فيهم وجاب لهم مدرب شنب. ارفع ابتدوا من الدرجة الثانية، مباراة ورا مباراة لين كسبوها وراحوا دوري الدرجة الأولى. ومع أفضل حارس مرمى فازوا بالدوري. نعم هناك تيسون في أرض الملعب، هذا وصار عندهم جمهور. الفريق صار حديث الإعلام الرياضي، الناس بدت تتكلم، الفريق صار عنده رعاة، الشارع انهبل عليهم. فازوا بالدوري الممتاز وتصدروا العناوين، حتى انهم وصلوا نهائي الأبطال. وجاء فيهم جول أول مباراة، لكن في آخر دقيقة راس الحربة منفرد بالجول وبيسجل هدف التعادل. الناس قامت من كراسيها والعالم مو مصدقة، ما دريت راح يسويها، بس صفر الحكم وراح عليهم الكاس. معليش ما نقدر نطول عمر المباراة، بس الحين ولأول مرة من موبايلي رصيدك طال عمره وعمر السامعين.